متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرى اليوم سادت أجواء مستقرة في عموم مناطق المملكة نتيجة لسيطرة لمرتفع جوي في عموم الجزيرة العربية. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول ارتفاع على درجة الحرارة خلال الأيام القادمة، وبالتالي ستصبح درجة الحرارة أعلى من المعدلات مثل هذا الوقت من العام، وعدم استقرار جوي ضعيف يومي الخميس والجمعة في وسط البحر الأحمر وتمتد حتى منطقة حفر الباطن ومرورا بمنطقة حائل. ننتقل الآن وإياكم إلى صور أقمار صناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم، ولتوضح خلو عموم مناطق المملكة من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية التي عبرت في أقصى شمال المملكة، هي عبارة عن غيوم عالية بدون فعالية. نذهب الآن وإياكم لخرائط توزيع درجات الحرارة المتوقعة من الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع. درجات الحرارة تكون نوعا ما دافئة خلال ساعات النهار في شرق ووسط وجنوب وغرب المملكة بسبب كتلة هوائية دافئة تسيطر في هذه المناطق. أيضا ترتفع قليلا درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء في المنطقة الشمالية، على أن تنخفض بشكل كبير وملموس يومي الخميس والجمعة مع اقتراب لكتلة هوائية باردة قطبية المنشأ مرافقة لمنخفض جوي فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي ستنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية بالتزامن مع نشاط كبير في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغبار بسبب هذا المنخفض الجوي. نذهب الآن لتوزيع خرائط الأمطار المتوقعة أيضا من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة، حيث يوم الأربعاء مساء تبدأ حالة ضعيفة بعد استقرار الجوي بالنشوء فوق أجزاء الجنوبية من منطقة تبوك، على أن تتسع رقعة هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي لتشمل عموم وسط البحر الأحمر، هي ناتجة عن اقتراب لمنخفض جوي وكتلة هوائية باردة من الشمال قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط، سيعمل على نشوء لجبهة هوائية باردة ضعيفة تمتد من وسط البحر الأحمر وتصل حتى منطقة حفر الباطن ومرورا بمنطقة حائل، وبالتالي الأجواء ستكون غير مستقرة اعتبارا من مساء يوم الخميس وخلال يوم الجمعة في عموم سواحل البحر الأحمر تشمل مدينة جدة وامتدادا حتى منطقة حفر الباطن ومرورا بمنطقة حائل. كما ذكرنا هي عبارة حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، تعمل على هطول زخات خفيفة من الأمطار قد تكون رعدية في بعض الأحيان. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة: يسود طقس صافي 12 درجة مئوية، الملموس 11، رطوبة 50%، والرياح تكون شمالية خفيفة السرعة. أبقى في العاصمة الرياض، التوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة: يوم الأربعاء 24-13، يوم الخميس غبار خفيف، ترتفع بشكل كبير درجات الحرارة 27-16، المزيد من الارتفاع يوم الجمعة مع استمرار لهبوب الرياح المثيرة للأتربة والغبار 28-16 درجة مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، للقاء.